زوجتنا تو الموند مزال نظرون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. فيرنس ووركس فيديو جديد، اول مره تشاهد قناه فيرنس ووركس، مرحبا بك، سوف تستفيد كثيرا. قناه مختصه في كل انواع الهجره، اسهل فرصه هجره الى كندا عن طريق مقاطعه يوكون الكنديه، تحتاج الى مهاجرين فورا بدون اي شروط. هنا التقديم بمستوى ثانوي فما فوق، وايضا التقديم بجميع الدول. مشاهدة كاملة للفيديو، سأشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم. موقع رسمي للحكومة الكندية لمقاطعة يوكون، هذا هو الموقع الرسمي لحكومة مقاطعة يوكون كما تشاهدون، yukon.ca. هنا لمحة تعريفية لمقاطعة يوكون، هنا مقاطعة يوكون تعتبر من أسهل المقاطعات للهجرة إلى كندا، فهي بأمس الحاجة إلى اليد العاملة والمهاجرين من خارج كندا. هنا في كل التخصصات، هنا كل المهن والوظائف مطلوبة، ولتسهيل عملية الهجرة بالنسبة للمهاجرين من خارج كندا، هنا حكومة مقاطعة يوكون وضعت هذا الموقع الرسمي لكل المهن والوظائف في كل التخصصات، هنا لتسهيل عملية توظيف مهاجرين وعمال من خارج كندا. هنا أيضا حكومة مقاطعة يوكون لديها هذا الإيميل الرسمي، يمكنكم التواصل معهم عبر الإيميل للحصول على كل المعلومات الخاصة بالمهن والوظائف. هنا سأضغط على هذه الخانة للحصول على قائمة المهن والوظائف الموجودة في الموقع الرسمي لمقاطعة يوكون. ابقوا في المتابعة، بعد قليل سأشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم للهجرة إلى مقاطعة يوكون عن طريق عقد عمل في كل المهن والوظائف، كل التخصصات مطلوبة. هنا لدينا أكثر من 100 صفحة من المهن والوظائف في كل التخصصات كما تشاهدون. هنا سأترجم الصفحة إلى اللغة العربية لأشرح لكم موضوع فيديو اليوم. عامل دعم انتقالي، لدينا هذه المهنة ميكانيكي، معدة ثقيلة، مدير تمريض المجتمع، هنا الصحة والخدمات الاجتماعية، أيضا التمريض، هنا فيما يخص الطرق السريعة والأشغال العامة، محلل إدارة بيئة، هنا فيما يخص مدير تسليم مشروع الترجمة، هنا مستشار، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، مساعد إداري، هنا أيضا مساعد إداري، منسق تدريب ودعم البرنامج برضو، مفوض مساعد، محلل الاتصالات، مسؤول الصحة والسلامة المهنية، لدينا أيضا مثلا مسؤول مكتب، مساعد ميكانيك معدات ثقيلة، ولدينا عدة صفحات لمختلف المهن والوظائف في كل التخصصات كما تشاهدون. سأشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم لأي مهنة أو أي وظيفة في هذا الموقع. مثلا نختار هذه الوظيفة محلل اتصالات، نضغط عليها. هنا تفاصيل على هذه الوظيفة محلل اتصالات، هنا العمل في مقاطعة يوكون، خدمة المجتمع، خدمة الشركات، هنا تاريخ الانتهاء لدينا حتى 30 أغسطس 2024، هنا وقت كامل، هنا ساعة العمل في الأسبوع لدينا 75 ساعة، هنا لدينا الراتب السنوي لدينا 76,089 حتى 89,000 دولار سنويا، لدينا هنا أيام العطلة السبت والأحد، هنا لدينا المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة، لدينا هنا المعرفة والمهارات والملائمة المطلوبة، هنا الشروط، مثلا يجب أن يكون لدى المترشحين علاقة الإعلام وتقنيات البحث وطرق الاتصال والاستراتيجيات والتخطيط، مثلا المهارات التنظيمية والتحليلية وحل المشكلات. هنا لدينا معلومات إضافية، هنا شروط التوظيف، أيضا يجب أن تكون لديك رخصة قيادة سرية المفعول من الفئة الخامسة. طلبت الوظيفة القدرة على السفر إلى مواقع عبر وايت هورس وفي عدة مجتمعات. هنا طريقة التقديم إلى هذه الوظيفة، سأضغط على هذه الخانة تقدم لهذه الوظيفة، نضغط هنا. هنا للتقديم لأي مهنة أو وظيفة في هذا الموقع يجب إنشاء حساب كري أكونت في موقع مقاطعة يوكون،
هنا فتح الحساب يكون باللغة الإنجليزية. هنا الترجمة للشرح. المرة نقدم إلى هذا الموقع سوف نضغط هنا إنشاء حساب جديد. إنشاء حساب، سوف هنا تضع المعلومات الخاصة بك، لدينا الاسم واللقب. هنا الاسم الأوسط اترك الخانة فارغة. تقومون بإنشاء أمود باس كلمة المرور، هنا تأكيد كلمة المرور. هنا تختارون مصدر المرجعي، نختار هنا جوجل، بحث جوجل. هنا تكتبون العنوان الخاص بكم، هنا تختارون الدولة، مثلا لدينا هنا الجزائر. كل الدول الموجودة هنا ويمكنها تقديم لمختلف الوظائف في موقع مقاطعة يوكون من أجل الهجرة إلى كندا. كما تشاهدون لدينا أيضا مصر، لدينا هنا الدنمارك، كرواتيا، فرنسا. هنا الترجمة، كل الدول الموجودة. مثلا نختار في الحالة الخاصة باختار الجزائر، هنا المقاطعة أو الولاية، هنا اخترت الجزائر. هنا مثلا نختار عنابة، اندفلاين، تيموشت، باتنا، بسكرا، برج بعريج، مثلا بومرداس، بشار، بجاية، البيض، الطرف، وهران. تختارون هنا الولاية التي تسكنون فيها، مثلا اختار كمثال اختار البويرة. هنا المدينة مثلا البويرة، هنا رمز البريدي، هنا رقم الهواتف. مثلا تختار رقم الهاتف الخاص بالبيت أو العمل، مثلا أختار العمل. هنا تكتب رقم الهاتف في هذه الخانة، هنا تكتب البريد الإلكتروني الخاص بك، تأكيد البريد الإلكتروني الخاص بك وتضغط على هذه الخانة يكمل لمواصلة خطوات إنشاء الحساب. هنا لدينا 4 خطوات يجب القيام بها لفتح الحساب والتقديم إلى هذه الوظيفة محلل اتصالات. هنا سأكمل الخانة الخاصة بالخطوة الأولى، هنا أعلى مستوى تعليمي لديك. تختار المستوى التعليمي الخاص بك، مثلا شهادة جامعية، درست البكالوريوس برضو، شهادة دبلوم، الثانوية العامة أو ما يعادلها، الماجستير، الدورات الدراسية بعد الثانوي، مثلا التكوين، بعض المدارس الثانوية. هنا يمكنكم اختيار آخر، مثلا نختار شهادة جامعية كمثال. هنا إذا لديكم تكوين آخر تكتبونه في هذه الخانة، تكتبون اسم معهد التعليم. هنا تكتبون التعيين والشهادة المهنية، مثلا لديك ليسونس في الاتصال والتحليل كمثال. كما تشاهدون لديكم 90 دقيقة لملء جميع المعلومات الخاصة وإنشاء الحساب والتقديم إلى هذه الوظيفة. هنا لديكم السيرة الذاتية، هنا سيرة ذاتية إما فرنسية أو إنجليزية بالمواصفات الكندية. هنا سأترك لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه كيفية إنشاء السيرة الذاتية الفرنسية بالمواصفات الكندية، وفيديو ثاني شرحت فيه كيفية إنشاء السيرة الذاتية الإنجليزية بالمواصفات الكندية. تجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. هنا تكتبون المعلومات الخاصة بكم، الاسم واللقب والعنوان الكامل والبريد الإلكتروني الخاص بكم. تكتبون كل الدبلومات التي تملكونها، تكتبون هنا الخبرات المهنية الخاصة بالوظيفة التي تعملون بها حاليا في بلدكم الأصلي. هنا كتابة ليس تحميل للسيرة الذاتية، إذن هنا تكتبون كل المعلومات الخاصة بالسيرة الذاتية ثم تضغطون على هذه الخانة التالي Next. لدينا الخطوة الثانية استبيان، سوف تجيبون على هذه الأسئلة. هنا أنت على وشك تقديم على فرصة العمل هذه لدى حكومة يوكون، يرجى التأكد من مراجعة سيرتك الذاتية قبل إرسال هذه المشاركة، لا يمكنك تغيير طلبك بعد تقديمه. هنا تختارون نعم، طلب جاهز للتقديم. هل مسموح لك قانونيا بالعمل في كندا لأي صاحب عمل؟ هنا تختارون هذه الإجابة، نعم أنا قادر على العمل بشكل دائم. هل تحدد هويتك بصفتك شخصا من أصل أول أمة في يوكون؟ هنا تختارون هذه الخانة، لا أنا لست من أصل يوكون الأول. هل تحدد نفسك كشخص من أصل كندي آخر؟ هنا تختارون هذه الخانة، أنا لست من أصل كندي. ثم تضغطون على التالي Next. لدينا الخطوة الثالثة، خطابات الغلاف. هنا ابحث عن خطاب الغلاف، يمكنكم تحميل هذا الخطاب من هذه الخانة Plus. هنا تكتبون اسم رسالة الغلاف. هنا محتويات الرسالة التعريفية، هنا رسالة تعريفية، لماذا مثلا تريدون التقديم لهذه الوظيفة؟
مثلا لماذا اخترتم مقاطعة يكون للعمل والهجرة إليها، تكتبون هنا الرسالة. مشاهدون يمكنكم الضغط على تخطي هذه الخطوة أو ملء هذه المعلومات والضغط على التالي. مثلا أنا أختار تخطي هذه الخطوة. لدينا الخطوة الرابعة والأخيرة، سوف تقومون بمعاينة جميع المعلومات التي ملأتموها سابقا في الأربع خطوات. هنا في هذا القلم يمكنكم مثلا تغيير أي معلومة إذا كانت خاطئة. إذن تأكدوا بأن كل المعلومات صحيحة. هنا كل المعلومات التي ملأتها صحيحة، ثم أضغط على هذه الخانة ينهي لإرسال الطلب الخاص بي للتقديم لهذه الوظيفة. شكرا لك على التقديم. إذا هنا قدمت الطلب الخاص بي لهذه الوظيفة بنجاح. أيضا هنا يمكنكم التقديم لأي مهنة أو أي وظيفة أخرى في موقع مقاطعة يوكون بنفس الحساب الذي قمتم بإنشائه. حكومة مقاطعة يوكون سوف تقوم بدراسة الطلب الخاص بك لهذه الوظيفة. هنا في حالة القبول سوف يتواصلون معك عبر الإيميل الخاص بك لإجراء مقابلة عبر سكايب أو زوم فيديو. في حالة الموافقة سوف تحصل على عقد عمل بواسطة هذه الوثيقة. سوف تقدم لطلب الفيزا في السفارة الكندية الموجودة في بلدك الأصلي، وسوف تهاجر إلى مقاطعة يوكون الكندية. أتمنى أنكم استفدتم من شرح فيديو اليوم. شكرا على المشاهدة وحظ موفق للجميع.